حاجه محتاجه مثلا هنقول دواء معين سلط عليها زي ما كنا في قريه مثلا احنا عندنا هنا الرمل الطفيلات شغال فادينا الاطفال كلها دواء للطفيلات دي طبعا المستشفى اتعمل فيها جهد الفتره اللي فاتت وهيتعمل فيها جهد انا هنفرج بعد كده مش هعرف في المايه بس الوجع كله معدن بقى هي اكل الوجع فين شاور عليه بصراحه عملت موجات صوتية؟ لا ما عملتش. ما عملتش أي حاجة خالص. مش أكتر من التحليل بس. ما فيش وشنين. ده اللي أنت عملنا برة خالص. دايما في موجات صوتية معاك ولا مش ناس والله ما والله ما هو ده عاملين مكاتب جاهزة أنت إحنا مرتبنا معاهم المباني هو بقى المصنع